أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تؤكد على وعي المصريين ورغبتهم في بناء دولة مؤسسية قوية. أشاد الملا أثناء الإدلاء بصوته بما لمسه من حرص من قبل المواطنين على التكاتف وممارسة حقهم الدستوري وتقديم صورة مشرفة للعالم الذي يتابع بقوة ما تحقق في مصر من إنجازات ملموسة. وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا قام بالإدلاء بصوته أمام لجنة ماسبيرو. الحقيقة أنه يعني أهمية وجودنا في الإدلاء بالصوت ده واجب أصيل وواجب وطني على كل مواطن. الحقيقة أنه جزء مهم قوي من ضرورة استكمال المسيرة الخاصة ببناء الوطن والإصلاح، والنهاردة خطوة استكمالية لما تقوم به الدولة وكذلك حق أصيل للمواطن. ومن هنا أنا بدعو كل المواطنين وطبعا السادة اللي هم عندهم حق التصويت من هم ما يكسلوش وينزلوا يقولوا يدلوا بصوتهم، لأن صوتهم ده أمانة، وفي نفس الوقت الحقيقة إن هو بيعبر عن رغبتهم الأكيدة في المشاركة في بناء الوطن.